هذا عميد عندنا في المستشفى، عميد هو ما جرب هذه الحالة، هو جرب أن يكون في مكتب ويدخل عليه الضباط ويضربون له تحية، هو ما تعود إلا أنه صاحب وقرار، هو ما تعود إلا أنه يوقع ويقرر هذا يفعل ولا مانع، ثم فجأة إذ به يؤتى به في المستشفى عندنا، والله كأني أرى غرفته إلى الآن غرفة رقم 13، والله فجأة إذ بنا نراه والأنبوب التنفس في فمه ومربط، وأنبوب الأنف من الأنف إذا جاء وقت الطعام يصبون له الطعام مع أنفه سائل، يصبونه مع أنفه إلى المعدة، ثم على جهاز تنفس ومربط جهاز بهذا الطول إلى الحنجرة، ثم إذ به إذا استيقظ أو زال البنج عنه يبغى يهز السرير يبغى يكسره، ثم فجأة إذ به ينزع منه جهاز التنفس وما زال جهاز التغذية في الأنف، ثم فجأة إذ به عليه السوان غانز بعض الأنابيب تدخل من هنا إلى القلب مباشرة حتى تقيس ضغط القلب وضغط البطين والإذين. المهم رأى الرجل وهنا حق غسيل الكلى الكوينتن، المهم رأى كل هذه، هو ما توقع في حياته أنه يصير في يوم كذا. المهم والله يا جماعة أتيت والله وأنا أشهد هذا المشهد، بدأ يقال قال أنا عميد والله بهذه الطريقة، قال أنا عميد أنا حقير أنا ما أسوى شيء أنا في نهاية عمري، والله انهار انهار يعني قام يطلع كلام غريب، قال أنا في نهاية عمري آكل مع خشمي والله ما، وينسف ذا ويسحب قلنا بتموت والله وينسع هذا والدماء كأنه ذبيحة ترفص والدماء ويوخر حق الكلى، قال أنا حقير أنا آخر عمري أنا ما أبغى أعيش أنا لابس حفايض. والله يا جماعة علمت أن الله عز وجل قادر أنه يقلب علينا الدنيا من عز إلى ذل في لمح البصر، فوالله هذا المشهد أدبني أني أتأدب مع الله في الرخاء. قال من استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه وهو عاصيا. فلنقدم لأنفسنا لأجل هذا، تذكرت قول الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين وهو يطلب ويامر ذا متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أردت أني أنا أنزل قدرة، قال ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول باللحظات هذه هو نسي يوم يترقى الملازم، نسي يوم فرحة يوم يترقى اللقيب، نسي فرحة يوم يعلق التاج والناس يعزمونه، يعني الدنيا هذه ما أحقرها في لحظة ممكن أنا أنسى كل الذي عشت فيها. فلأجل هذا أحبة الفضلاء الحقيقة الحقيقة التي لا تنتهي إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تسعدوا فيها وما يجيكم أي نقطة زي هذه أبداً، وأن تسعدوا فيها فلا تبأسوا أبداً. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة.